من جديد في فير بلاي، نواصل في استقبال ضيوفنا. اكيد نهايه الاسبوع الماضي شهدت صوره تقريبا قلبت كما قلت في بدايه الحصه مواقع التواصل الاجتماعي، صوره خلينا نقول قويه شويه من ناحيه الدماء اللي شفناهم في الصوره هذه للجارديان تاع نادي تيلا خبيب رتيبي. على كل حابين نتمنوا على صحه الجارديان الساع، وشنو صار في المقابله بين تيلا ومحيط قلقنا. معنا بالتليفون السيد فيصل الجبيري كاتب العام لنادي تيلا، باش ناخذ معاه اكثر تفاصيل على الواقع. سي فيصل اهلا بك. مرحبا بك خويا. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ لاباس ان شاء الله. لاباس الحمد لله. باهي، طمنا على اول حاجه على صحه خبيب، شنو هي حالته توا بعد التصويره القويه شويه اللي شفناها؟ مكالمه اتصلت بباباه وبالمرافق، عندي لحظات يحرك في صوابه ولاباس، غدو ان شاء الله يدخلوا قاعه العمليات يعملوا له عمليه جراحيه تجميليه على موقع الاصابه وان شاء الله لاباس. تجميليه العمليه معناها لاباس؟ اي تجميليه لا لاباس، مرحله الاخطار خرج منها ولاباس الحمد لله يا رب. هو ذا اللي عمل العمليه الاولى؟ اي عمل العمليه الاولى لانه الضربه قطعت له شريان القلب على الجهه اليسرى في يده اليسرى. استوجبت نقله على جناح السرعه لمستشفى الحبيب بورقيبه. العمليه دامت بريسك 8 ساعات كامله. به النزيف. شنو صار في المقابله؟ ضربت روايات نهار الماتش، فما شكون قال ضرب روحه في البلار، فما شكون قال تم الاعتداء عليه. شفنا برشا روايات برشا بلاغات سواء من الامن سواء من الفريق المنافس لنادي قلقنا ايضا الجامعه التونسيه. احكي لنا انت شنو هي الفيرسيون نتاعكم؟ اللي صار هو كثير يعني الملاعب الرياضيه الاغلبيه تصير فيها دي بروفوكسيون ومحاوله الاستفزاز من طرف الفريق المستقبل في اللعبه في الطرح، تحس الطرح ماشي صالحهم حابين ولا كرهنا. حاولت الماكسيموم بوسيبل في بنك الاحتياط باش نهدي جواريتي باقل الاضرار، وهذه لغه الكره ساعه لساعه كي تعرف روحك تروح تستخسروا تولي تلوز على اقل ضرر ممكن. من الاستفزاز خاصه من اللاعبين اللي عملوا معاهم المليح في تيلا يوقف يقول له اكثروا الله يذكر. تدخل جد عنيف، وبالمناسبه هذه اللوم على السيد الحكم اللي راه في الاشياء اللي صارت قدامه وما تدخلش. باش نعرفوا الساعة ما فهمتكش، وحده والا مش وحده والا تضرب بالجارديان سي فيصل؟ انا جايين للجارديان كيفاش تضرب الحيثيات اللي صارت بالضبط باش ننوروا الراي العام وننوروا الناس الكل، يعني الاقاويل كما كنت تحكي ضاربت الداخل تبعها قبل المقابله بشوي. هم يلعبوا بكور نوعيه نتاع كور يسموها في الكوره بي 5 ولا بي 6 على ما اظن الحجم نتاعها، وثم الاكبر شوي اللي هي بي 7. ديما عادة في الفريق الضيف يستقبل بكورتين، والفريق الفريق الضيف اللي هو قرقنا عنده كورتين، والفريق اللي جاي عنده كرة واحدة، كرتنا نحن أكبر شوي. 2-1 الطرح ماشي، الأجواء ما فيهاش حتى شيء، يعني اللعبة هذيك عادية نعتبرها ديما عادية. اللي صار أنه كي حطينا كرتنا نحن بعد ما شردوا هما الكرة، حطينا كرتنا نحن كي خرجت خارج الملعب بنك احتياط قرقنا الرياضية قام يعني بتتيش الكرة الموقع بعيد، مشى عضو منا طلب الكرة نتاعته. تم الاعتداء عليه لابدين، دخلت حاولت باش نهدى الاعصاب لاني باينة يا خويا ميساش ما صار حتى شيء خلوها الكرة. كي كملت المقابلة عاود السيد مشى باش يجيبوا المقابلة الكرة. ما رعنا الا وعضو من الهيئة المديرة اتدخل معاه بعنف. حاول الأمن يتدخل. هم يقولوا أمنيين. اللي ترى انت انا جاي من تيلا ما نعرفش شكون الامني وشكون مش امني. اون برانسيب الامني لهنا داخل الملعب الرياضي اما ان يكون حامل للصدريه ولا حامل للزي الرسمي. مش نعرف. هذا ما صارش، يعني ثم امنيين في سيفيل، انت تقول امني. انا غريب على البلاد ما نقولش امني، نقول قاعد يعاون فيك. ثم يعني دفع ما بين العضو نتاعنا والعضو نتاعهم، تدخل الامن. الاولاد نتاعنا اللي هو خبيب الرتيبي وقائد الفريق حاولوا باش يشدوا العضو نتاعنا. الروايه اللي صدرت من عندهم هم يقولوا راهو وقت اللي دزوا الامني هم يقولوا امني وما ثم حتى شيء يثبت امني. رد اللاعب نتاعنا رد عليه يعني بقوه
شافوا الكابيتان نتاعهم النقيب اللي زي لبس زي الرسمي اللي تم يعني صورته موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي. والله العظيم مش نقول لك يعني اللاعب ديجا موجود عنده صوركم في السبيطار عينيه زرقاء أجنبه زرقاء في لدرجة يعني صوت بك كيفية ديك يعني صوته كما حبت الشريعة هو ما نقولش يعني أنا ما عادش يعني عندي جواريت لازم نحميها وليت اللوج أقل ديجا ممكن أقل ما يمكن. المهم حاولت باش نوصل اللاعبين الاثنين لأنه الباقي كل في الفستيريات حاولت باش نوصلهم قدام الفستيريات حجرات الملابس خلطوا عليه الحجرات الملابس ويجبدوا فيه على أساس أنهم باش يخرجوه يعني مازالوا مواصلين معاه. هذوما الأمنيين تحكي؟ هما بالنسبة لذاك بصفة شخصية يعني أنا كي تحدث أنا مانيش باش نطيش التهم جزاف على العباد الكل. أي أي غادي يعني غادي ما غادي ما بصفته الشخصية غادي بصفته كأمني. كامني يحميني ويحمي غيري اكيد يعني الطريقه اللي عاملوا بها طريقه مهينه جدا العنف اللي سلطوا عليه عنف شديد جدا اللي جانا يعني في عامل مراسه محضرها الوزير الداخليه وعامل مراسه للجامعه باش نوضع فيه كل المسار به كامل لنا استاذ اللي صار يعني اذا حاولت باش ندخل الاولاد داخل البستيار وطلبت من حافظ الاثاث باش يسكر الباب ثم تدافع في باب البستيار بحكم انه ضيق شوي ثم رمي للبابيز مقذوفات لانه يعني حتى ثم يعني ثم جمهور وثم ما مانيش ديري ما تفهم حتى شيء يعني عباد اللي لابسه زي مدني يحادفوا بالبابيز الماء بالبرتقال الموجود ثم المقذوفات اللي صار يعني انا عندي الوثائق انا رياضيه في بنك الاحتياط هي جزات الملاعبيه كل ساك صغير في الاجازات رجعت بسرعه للبنك الاحتياط في عودتي للمان كورونت قابلوني خارجين بخبيب بيعيطوا خبيب تضرب خبيب تضرب. المره الاولى المشهد باش نوصف لك يعني فعلا مشهد مريع جدا حتى تصاور ما واحد يمشي يشوف. بالمناسبه سامحني نشكر بصفه خاصه اللاعب لاعب محيط قرخنه اللي والجهاز الطبي ترملي موجود تم على الملعب اللي قاموا بالاسعافات الاوليه لهم وشكر جزيل من هيئه تال الرياضيه لهم لانه لولاهم بصراحه ممكن يعني خبيب راني نتنافس يقصوا روح. اي شنو صار في الفستير كي انت مش غادي؟ اللي صار في الفستير يقولوا انه يعني البلار تكسر علينا الداخل. معناها مش هو ضرب البلار. فهمتي؟ حاولوا باش يحموا روحهم. معناها مش هو ضرب البلار كما تقال معناها. يقولوا هم يقولوا راهو ضرب روحه. معناها انت ما كنتش حاضر ما تعرفش شنو صار. نعم حاضر يعني اخر لحظه حاضر فيها وقلت لك بعد ما دخلتهم يعني ضمنين تهنيت على الجوريات داخل بالسياق. قلت يعني المشكله مع امنيين هم الامنيين متواجدين حتى كان هما باش يصير عنف تو بعد يعني عدليا ولا قضائيا كيفاش باش يتبعوا على اساس انه هو ضرب زميلهم تو يتبعوهم بعد. في عودتي يعني جزئيه تكلف الجمعيه بعد خطايا ماليه كبيره ياسر يعني الواحد عنده 20 تخمام في راسه. فك اللحظه ذيك كي رجعت يعني عوده سريعه يا راي با يعني ممكن نقول لك دقيقه في عودتي دقيقه ونص في عودتي يعني خارجين الاولاد يعيطوا تبيك ويحليلوا خبيب تضرب شو اللي صار بالضبط في الفيسير قالوا لي سي فيصل راه مكلون البلار راه طايح علينا على الجناب يعني ما فهمنا شيء اللي حاضرين غادي مش هي شهادتهم معناها اسكو قالوا الجارديان هو ضرب البلال والا هو اعتدى على حجرات الملابس والا ضربوهم ولا شنو؟ موجودين بالنسبه للامنيين يقولوا انه دخل يديه في البلال كل حد يقول معناها يعني يعطيك الصحه الموجود معانا يقولوا راهو يعني الحجر البابس الماء ضربت البلال طاح البلال بصفه مهوله يعني عليهم التنظيفات يحلقش نتاع البلال طاح بفعل فعل ولا طاح واحد؟ على ايده طاح بفعل فعل ولا واحد؟ فهمتني؟ نعم طاح بفعل فعل ولا واحد اللي طاحت الكيفيه اللي طاحت يعني المقذوفات اللي قاعده تدخل البستيات شيء ما هو والاهانه يعني اللي تعرضنا لها بال يعني الكلمات ما صدقهاش العقل يعني ولت نعرات جهويه انا وصل لواحد سبني قال لي والله ما خرجت من قرقنا الا ما نذبحك حرفيا هذا كله ربي مش نطيش يعني في التهم على العباد هكاك جزاف يعطيك الصحه واضح ربي يهدي وكهو سيد فيصل الجبيري كاتب عام نادي التالا الرياضية مديتنا بخصوص الفيرسيون تاعكم بخصوص اللي صار في الملعب حاول الجارديان اللي نتمنى له الشفاء العاجل اكيد حق رد يبقى مفتوح خاصة المؤسسة الأمنية اللي اتهمت معها
انه سبب في اندلاع ما صار يمكن بينهم بين الحارس واعتداوا حتى على الجارديان. هذه الفيرسيون بتاعكم اكيد. ان شاء الله بيرس الجارديان ما عادش تشوفوا حاجات من النوع هذا في ملاعبنا سواء في قلقنا والا في ملاعب اخرى، سواء ايضا اعتداءات لفظيه والا حتى اعتداءات جسديه. فاصل فلاش بوث ومكملين فير بلاي في اخر نص